الجرايد كلها اهتمت، لكنه كمان استوديوهات التحليل ركزت كتير على الهدف اللي لغاه الكابتن جهاد جريشه. وانا يعني جهاد جريشه حكم كاس عالم، تم اختياره للمشاركه في تحكيم مباريات كاس العالم في روسيا. معرفش امبارح، لا مش ده مش حكم كاس العالم اللي يقع في حاجات زي كده، او حتى هو جهاد جريشه السنه دي بصراحه يعني اقل من مستوى السنوات الماضيه. طيب نشوف بقى كابتن جهاد جريشه لهدف اللي الغاه بغرابه جديده جدا لجونيور اجاييه وخرجه ضربه حره بره ال 18. نشوف جهاد جريشه في اون سبورت قال ايه تفسيره. الناس بتتساءل كره اجاي دخل هو الراجل وجاب جون وانت اديته فاول لصالحه كابتن اللي الناس عشان بس الامور تبقى واضحه، الصفاره في الملعب قبل ما يخش المنطقه بثلاث خطوات. صفاره بدري قوي بدري قوي يعني. فطبعا انا كحكم صفرت بالامانه فاول، والفاول موجود عشان ما اجيش على الخط، الكوره بره شد بره شد جوه، فانا صفرت بدري قوي فصفاره بدري. هو الراجل الوحيد اللي ما سمعش صفاره او كمل هو، فالصفاره كانت بدري قوي يا كابتن مدحت، وخلاص انا مش شايف فيها مشكله يعني. هو في الاخر خالص انا مجرد سؤال يعني. لا الصفاره يا كابتن، وكل اللعيبه حتى لو شفت رياكشن اللعيبه المدافعين وحارس المرمى الاسيوطي كله وقف. الصفاره واضحه والدنيا كلها سمعاها يعني، يعني الناس كلها سمعت الصفاره، الملعب حتى لعيبه الاهلي نفسهم سامعين الصفاره، فما حدش حتى من لعيبه الاهلي اعترض. الشوط اللي في الملعب مفيش حد اعترض ولا حد يتكلم، لان كله سامع الصفاره وبدري بدري جدا قبل المنطقه بحوالي ثلاث خطوات. هو كمل بعد كده خطوه والثانيه والثالثه وشاط بالظبط يعني، كل ده واقف، كل ده لعب واقف بالنسبه لي. بس في هذه القصه قصه الفاول كان بره المنطقه. انا كل ما اخشى طبعا، احنا موضوع التحكيم الوقائي دوت بناخد عليه محاضرات في الاتحاد الدولي. التحكيم الوقائي انت ما تحاولش توصل لمرحله انت عامل نفسك مشكله. الحاجه اللي ممكن تحلها بدري يعني التحذير البدري قبل ما يحصل اي اشتباك بتحل لك مشكله، انت دايما بتحاول تحكيم وقائي قبل ما تحصل لك المشكله تحلها. هو انا مش مختلف مع اعزازتي ان ممكن في اتاحه فرصه او عدم اتاحه فرصه، ممكن كلام مظبوط، مش مختلف مع حد بيتعلم، واللقطه كان لو كان فيها اتاحه فرصه كانت تبقى افضل. لكن الصفاره ما دام طلعت خلاص، ما دام الصفاره طلعت يعني اتاحه الفرصه هي كانت افضل اتاحه الفرصه لو كملت والجون اتسجل وما فيش مشكله وما كانش حد هيتكلم. لكن الصفاره ما دام طلعت يا كابتن مدحت خلاص ما ينفعش يكمل بعدها اللعب. يعني الكابتن جهاد جريشه بيتكلم على التحكيم الوقائي، تعبير حلو وتعبير جديد، وبيقول ان التعليمات ان انت لو تقدر تحسم المساله بدري شويه قبل ما تورط نفسك في حاجات جايه احسب الاولانيه. فالصفاره طلعت، لو كانت الصفاره طلعت قبلها ممكن نتفاهم ده، لكن هي السنس بتاع الحكم في انه يدي الفرصه، لانه الاصل في العقاب عقاب على اللاعب المعتدي، انت بتعاقبه. لا هو بيقول حاجه برضه استاذ ابراهيم مش واضحه في اللقطه. بيقول كل اللعيبه وقفت، لعيبه المقاصد وقفوا فين؟ فضلوا يتدافعوا، محدش وقف. فضلوا يتدافعوا لاخر وقت بين بعض لغايه اخر لحظه، لغايه لما اجي لا محدش سمع الصفاره غيره. لكن انا بقول للكابتن جهاد انت متوتر، ما انتش انت مش الكابتن جهاد. لا شيل منك حكايه كاس العالم يعني. يعني بيقول لك الصفاره الوقائيه، الصفاره الوقائيه مشيت طول الماتش مع كل همسه ولمسه وتكه وبصه وقطه وبطه اوبا اوبا بتاعت كل الماتش يعني. وانت عشان الراجل قال لك انت كنت عصبي، دلوقتي خلاص الدنيا ريحت خالص. انا مش عصبي، دخلت لا ما كنتش كنت عصبي يعني. لا ما كنتش دخلت عصبي. في البصه والقطه واللقطه والبطه كنت متحمل، لكن مش عصبي على اي حال. وفي حاجات تخليك عصبي بصراحه يعني.